يا فندم، هل بتأيدي هذا الكلام؟ صراحة أيوة نعم، أيوة، لأنه ما حد يكون فاشل إلا لما هو يعتقد أنه هو فاشل. يعني أي شخص يعني يقدر يحصل على بعض الدراسة وبعدين هو يبني نفسه، يعني ما حد يفشل إلا ما هو يعتقد أنه هو فاشل. يعني صراحة أنا كمان من هذا النوع، أنه لما كنت بالمدرسة يعني كنت أفكر أنه أنا يمكن ما أنجح في حياتي، يعني زي ما كنت اشوف انه فرق بيني وبين اخواتي، هم يطلعوا اوائل اوائل على الصف وانا دائما الثانيه الثالثه الرابعه، فكانوا يقولوا انت ايش حتى يعني انت زعلانه دحين ياسمين عشان انت كنت تطلع الثانيه الثالثه الرابعه؟ يعني لا بس مو زعلانه، هذا حاجه جيده على انا جوزت نفسي بنيت نفسي. نعم. وحتى يعني كنت دائما تحبي تكوني في القمه. ايوه هذا هو المطلوب، ودائما كنت اتمنى انجح في حياتي وهذا هو الهدف الوحيد. ما شاء الله عليك، يعني نقدر نقول انه التحدي سمة من سمات شخصيتك. ايوه، وواحد ما يفشى الا لما هو يعتقد انه هو فاشل. ممكن تكون في ارادة من غير قوة ومعرفة او العكس؟ احنا قلنا المقولة انه لا يمكن النجاح نوصله اذا كنا بس فقط نعتمد على القوة والمعرفة، ولكن احنا بنحتاج الى قوة ومعرفة وارادة قوية حتى ننجح. يعني تعتقدي انه هي دي في قناعاتك انه الانسان يحتاج الى هذه المعادلة بالكامل؟ ايوه طبعا. نعم، لازم يكون عنده ارادة قوية وعنده هدف معين حتى ينجح لهذاك الهدف ويحدث. طيب يعني لو سألتك دحين ياسمين، لو لجأت لك واحدة من بنات جنسك، يعني بنوتة كده صاحباتك كده، وقالت لك والله أنا نفسي أصير زيك كابتن طيار، بس يعني كيف أصير؟ أنا ما أقدر. يعني إيش حيكون ردة فعلك؟ إيش حيكون؟ أنا أقول إنه ما دام أنت تبي تسوي هذا الشيء لازم أنت بنفسك من جواتك ترضي تسوي هذا الشيء، ما في شيء إنك أنت تشوفي إنه لا ويمكن وأهلي وما أهلي. لازم لو انت تبي تسوي شيء تكوني راضيه من نفسك ومن جواتك، وهذه عشان لك، عشان ما تيجي بعد كم سنه تقول انه ليه انا ما سويت وتندم انه ما سويته. هل حتساعديها يا ياسمين؟ ايوه اساعدها من كل قلبي، وان شاء الله ان شاء الله كل استطاعاتي اوقف معاها وحتى تحقق احلامها وما اتركها ولا لحظه كمان لحالها ان شاء الله. ممتاز، يعني بصراحه هذا شيء ايجابي جدا في شخصيتك، من قناعاتك انه يعني انك تكوني واثقه جنب صديقتك. ومشاهدينا، التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، والعادات هي ما تجعلك تستمر. وغالبا ما نتعرض في حياتنا لتحفيز إيجابي أو تكون هناك حوافز سلبية. كيف بدأت ياسمين؟ كيف بدأت ياسمين وكيف ستستمر؟ يعني هل كانت هناك في حوافز إيجابية في بداياتك؟ نعم كان في حوافز إيجابية، بس أكثر شيء يعني كان سلبية. يعني كان ناس كثيرين كانوا يواجهوني إنه كان يعني لما كنت بالثانوية العامة، يعني لما كنت أقول لهم إنه زي السؤال إنه دائما تنسأل إيش بتصير لما تكبري، صح؟ أي لما كنت أقول لهم كلنا كنا نقول دكاترة. أنا كنت أقول أبغى كابتن طيار. ما شاء الله عليك. كان تجيني يعني ليش بتصير كابتن طيار؟ ليش ما حتلاقي فرصة هنا بالسعودية؟ لا تضيعي نفسك، روحي جامعة وادرس جامعة كلية الطب. ليش كده كانوا يجوني؟ يعني هذه الحاجات السلبية اللي كنت بتواجهها للأسف. أيوة. نعم. وكمان يعني انه بنات ما يسوقوا سيارات بالسعودية، كيف انت بتطيري وكيف انت راح تشوفي نفسك؟ فين حتسافري وتتركي اهلك؟ زي كذا كانوا الكلام، بس اهلي لا الحمد لله رب العالمين، هذه ايجابي ومن اهلي. نعم. اوكي؟ بابا اللي وقف معاه في هذا الوقت، وانا من جد يعني فخوره انه هو بابتي. نعم. وان شاء الله يعني ربي لو اراد احقق كل احلامهم واحلامي كمان ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله، نتمنى لك هذا ياسمين. يقول لك في مقوله، الفاشلون يفكرون فقط في عواقب الفشل. صح. والناجحون يفكرون في مزايا النجاح. خاف من الفشل ياسمين؟ صراحه لا، لانه انا في حياتي يعني لما اخترت المجال هذا يعني كانوا يواجهوني الناس انه راح تفشل في حياتي، بس انا عمري ما لاحظت انه انا راح افشل في حياتي، لاني انا فيا كده قوه واراده انه وثقه اني انا ما راح افشل في حياتي. يعني ايش ما اسوي ما ابغى الا ما اراد الله. يعني صحيح، بس احنا ممكن نتعرض الى نفسات. صح، ولكن بس حتى لو جالي كده، بس انا اقول انه قضاء الله وقدر. يعني لو صار شيء بس راح امسك طيران واروح للاخر واشتغل شيء كمان ثاني معاه، بس اهم شيء يكون عندي طيران نفس
لحظة، يعني ما حطيتي حتى فرضية الفشل؟ لا الفشل هذا لا، بعيد بعيد لا. نعم مرة ما حطيت الفشل، يعني كان كل اللي أمامك طموحك واضح أمامك صريح جدا واضح، أي ما أبغى أشوف لا فشل ولا لورا ولا أي حاجة، أبغى أسير قدام وخلاص. يعني ياسمين أنت ما بتخافي من الفشل؟ لا. ما بتخافي من الاستفعال؟ لا طبعا. ما بتخافي من التحليق؟ لا. أكيد في شيء كنت بتخافي منه أنت في طفولتك. لا يمكن، أنا ما حخليكي تجاوبي. إحنا نقوم نروح نقعد قاعدة كده عائلية ونسمع فريال أختك إيش حتقول لنا، إيش رأيك؟ طيب يلا نشوف، يلا خلينا نقوم.